نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام. وكما تعلمون جميعا الجمعة الماضية اللي كانت توافق 12 من ربيع الأول شرفت العالم أجمع بميلاد سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم رسول المحبة والسلام والوئام ما بين البشر. الحقيقة هناك العديد من الدروس المستفادة من ميلادي، هناك أيضا الكثير والكثير اللي احنا ممكن نتحلى بها من مكارم الأخلاق قدوة برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة في هذه الفقرة إن شاء الله هنتبحر في أخلاقيات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتعاملاته مع الآخرين وتحديدا مع غير المسلمين، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة ليس فقط للمسلمين ولكن للأمة برمتها. مهم جدا إن احنا نعرف المزيد والمزيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة حينما كان يفتح الفتحات الخاصة بالأمة الإسلامية وحينما كان يوصي الصحابة خيرا بالنساء والأطفال وأيضا الأشجار والخضرة في كل فتحاتها الإسلامية على غرار ما يدعونه الكاذبون والمنافقون وهؤلاء المجرمين اللي هم الجماعات الإرهابية. وكان يقولون أن نشر الإسلام بالسيف أو بالقوة، طبعا كل الكلام ده ليس له أدنى معنى وليس له أي صواب. هنفتتح إن شاء الله هذه الفقرة مع فضيلة الشيخ محمد عبد المنعم العجمي الداعية الإسلامي وكبير الأئمة بوزارة الأوقاف بالكثير عن أخلاقات الرسول الكريم. أهلا بك فضيلة الشيخ وتحياتي لحضرتك. أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى ميلاده صلوات ربي وسلامه عليه، كيف تكون قدوة ودروسا مستفادة ليس فقط للأمة الإسلامية ولكن للعالم أجمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، لقد اختار الله عز وجل سيدنا محمدا منذ الأزل ليكون خاتما للأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. لذلك جعل الحق سبحانه وتعالى سيدنا محمد هو النموذج البشري الكامل الذي اجتمعت فيه أخلاق الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك اختاره الحق سبحانه وتعالى وأمرنا أن نقتدي به قائلا في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ مولده الشريف إلى أن جاءته البعثة الإلهية ووحي السماء ما جرب عليه قومه كذبا قط، وكان هو الملقب فيهم قبل بعثته بالصادق الأمين. ويوم أن اختلفوا في وضع الحجر الأسعد في مكانه قبل مبعث سيدنا محمد، حينما أعاد أهل مكة بناء البيت الحرام مرة ثانية، أرادت كل قبيلة أن تحظى بشرف وضع هذا الحجر في مكانه، حتى تبايعت كل قبيلة فيما بينها على الموت والدفاع حتى الموت، فقالوا: نرضى بأول داخل علينا حكما. فكان القدر على موعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو أول داخل عليهم، فقالوا: ارتضيناه حكما، إنه هو الصادق الأمين. فقال صلى الله عليه وسلم: ائتوني برداء. ثم رفع الحجر الأسعد بيديه ووضعه في وسط هذا الرداء، ونادى على القبائل كلها فلتأخذ كل قبيلة بطرف من أطراف هذا الرداء وارفعوا الحجر مرة واحدة وضعوه في مكانه. فكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقنا للدماء قبل بعثته، ولما لا؟ وقد قال فيه رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك يوم مولده الشريف احتفل الكون به سعادة بقدومه، وصاحب ميلاد رسول الله بعض الإرهاصات كما روت لنا سنن كتب السنن الصحاح، حيث أخمدت نيران فارس وهي المشتعلة منذ 1000 عام قبل بعثة الحبيب محمد، وغاضت بحيرة ساوى، وصدع إيوان كسرى إيذانا بذهاب الكفر وأهله،
وخرج مع رسول الله نور من أمه أضاء لها قصور الشام. لذا قال رسول الله متحدثا عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي حين رأت نورا خرج منها أضاء لها قصور الشام. ولذا يقول الشاعر: سعدت بمولد أحمد الأزمان وتعترت بعبيره الأكوان، والشرك أنذر بالنهاية عندما ولد الحبيب وأشرق الإيمان. نعم، عليه أفضل السلام. إذن هناك العديد من الدروس المستفادة من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وذكرى ميلاده العطرة. مهم جدا أن احنا برضو نتبحر شوية فضيلة الشيخ في اجتماعيات الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاملاته مع الآخرين وتحديدا الغير المسلمين، وكيف كان الرسول الكريم يحظى بمحبة جامة أيضا ليس فقط مسلمين ولكن من العالم أجمع في هذا التوقيت. فضل. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، وكان هو الأمين على نفائس أموالهم، فما كان عندهم من شيء كريم يخافون عليه إلا وأتمنوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير شاهد على ذلك حينما أراد رسول الله الهجرة إلى المدينة كان عنده أمانات قومه، فاستبقى سيدنا علي بن أبي طالب ليرد الأمانات إلى أهلها، عملا بقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. رغم كفر أهل مكة برسول الله لم يستحل أموالهم ولم يستحل دماءهم إلا بعدما أن أوذن له بالقتال في المدينة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روع آمنا قط، صحيح، وما اعتدى على آمن قط طول حياته إلا عندما تنتهك محارم الله عز وجل. سيدنا محمد كان في مكة نموذجا للرحمة التامة مع أعدائه. في أول يوم صدع بكلمة الحق: أيها الناس، إني نذير الله إليكم جميعا، لو أخبرتكم بأن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: إني رسول الله إليكم. فقال عمه أبو طالب: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ وتوعده بالهلاك، وتعقبه هو وزوجته، حتى خرجت زوجته حاملة حجرا كبيرا وذهبت إلى رسول الله، وكان سيدنا محمد بجوار سيدنا أبي بكر. ولكن الحق سبحانه وتعالى يدافع عن نبيه وحبيبه، فلم تره زوجة أبي لهب زوجة عم رسول الله، فقالت: يا أبا بكر، أين محمد؟ فقال: لما؟ قالت: والله لو رأيته لرميته بهذا الحجر الكبير. فتعجب سيدنا أبو بكر، هو يعلم بأن رسول الله بجواره، فأين هو ولماذا لم تراه؟ فولت. فقال سيدنا أبو بكر: لماذا لم تراك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله عز وجل: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ وألم تقرأ قول الله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا؟ لم يدافع رسول الله عن نفسه حتى نزل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ونزل القرآن الكريم: إنه إنا لنعلم قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
نتكلم برضو شوية عن يعني دور الرسول صلى الله عليه وسلم من الناحية السياسية، وكيف كان قائدا للأمة الإسلامية، وكيف كان حريصا على نشر الدعوة الإسلامية بكل سماحة وسلام ومحبة، يعني حتى يحظى بمكانة غالية وعالية طبعا، ليس فقط في نفوس المسلمين ولكن غير المسلمين اللي هم بعد كده يعني لما درسوا أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم حبوا ينضموا للدين الإسلامي الحنيف. ما أشبه الليلة بالبارحة، فحينما هاجر رسول الله إلى المدينة التي أنارها الله بنوره حيا وميتا، كان فيها طوائف عدة، كان فيها أوسا وخزرجا يتحاربون منذ مئات السنين، وكان فيها يهود على طوائف ثلاث: بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، وكان معه المهاجرون، وكان يستقبله في المدينة الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. إذن المدينة فيها أمور مختلطة: أوس وخزرج، يهود بطوائف ثلاث، مسلمون مهاجرون وأنصار. فكيف يستقيم الأمر مع هذا التنوع الكبير من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنصار يملكون المال ويملكون الوطن ويملكون الأمان، مهاجرون لا يملكون من الدنيا إلا إيمان صادق بالله عز وجل. فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أخا أخا، حتى قال سيدنا سعد بن الربيع لسيدنا عبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، إنني من أكثر الأنصار مالا، وإن لي زوجتين، وإن لي بيتين، خذ بيتا واقتسم نصف مالي، وانظر إلى زوجتين، فأيهما أحببت طلقتها، فإذا من قضت عدتها زوجتك إياها. فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف: ما لهذا أسلمنا يا سعد؟ دلني على السوق. فخرج وتاجر، وكان من بركة تجارته لو وضع يده في التراب لسار ذهبا بأمر من يقول للشيء كن فيكون. لذلك سجل الحق سبحانه وتعالى هذا الصلح وهذا الإيخاء، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يق شح نفسه فأولئك هم. لما لحق سيدنا علي بن أبي طالب برسول الله في المدينة ووجد الأنصار والمهاجرين قد تآخى أخا أخا، فقال: يا رسول الله، من أخي؟ فقال: أترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ولكن لا نبوة بعدي يا علي. الله. ثم عقد صلحا بين الأوس والخزرج، ثم عقد معاهدة مع اليهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وظل رسول الله وفيا بهذا العهد حتى نقضته الطوائف الثلاث، فعامل كل طائفة بما تستحقه من عقاب. هذا هو رسول الله، والناس من حوله أنواع شتى، فكيف ألف بينهم؟ قال تعالى: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يأتي زيد ابن سعنة إلى رسول الله، وكان حبرا من أحبار اليهود، قرأ التوراة وقرأ الإنجيل ورأى أوصاف الحبيب محمد، فوجدها قد صدقت في رسول الله إلا وصفين اثنين: أن يسبق حلمه غضبه، وألا تزيده سفاهة الجهلاء إلا حلما. فجاء إلى رسول الله ووضع عنده بعضا من ذهب إلى أجل، وقبل وقت سداد هذا الشيء جاء إلى رسول الله وجذبه من بردته جذبا شديدا، وقال: يا محمد، أدي إلي حقي، فإنكم يا بنو عبد المطلب قوم مطل، أي تأكلون الحقوق. فماذا قال رسول الله؟ غضب سيدنا عمر بن الخطاب غضبا شديدا، واستل سيفه من مغمده وشهره في وجه هذا الرجل، وقال:
رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: يا عمر، كنت أنا وهو أحق منك بغير هذا، نحتاج إلى غير هذا الأسلوب. نعم. فقال: ماذا يا رسول الله؟ قال: أن تأمره بحسن الطلب، يتأدب في طلب حقه. نعم. وأن تأمرني بحسن الأداء. يا عمر، اعطيه حقه وزده 10 جزاء ما روعته. فقال: أدينك يأمرك بهذا يا محمد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. فقال: وما حملك على ذلك يا زيد؟ قال: قرأت التوراة والإنجيل فوجدت الأوصاف قد تحققت فيك إلا وصفين اثنين: أن يسبق حلمك غضبك، وألا تزيدك سفاهة الجهلاء إلا حلما. الله. إذن هي يعني هذه هي سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شرع الله الحقيقي الذي طبقه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على النقيض ما يدعوه السفهاء الكاذبون من الجماعات الإرهابية. لو تكلمنا في هذه الجزئية، هناك من يحرف يعني تطبيق شرع الله، وهناك من يجرف الدين الإسلامي وما دعا عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف نرد عليهم بالأدلة والبراهين كما ذكرت سابقا فضيلة الشيخ، واللي احنا ممكن نقوله ليهم يعني مش بس كمان بالأدلة والبراهين ولكن بالأحاديث النبوية الشريفة التي حثت على دعوة السلام والمحبة والإخاء ما بين البشر، وليس فقط وليس الدمار ولا سفك الدماء كما يفعلون الجماعات الإرهابية المختلفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الحق سبحانه وتعالى رحمة، وخاطبه قائلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. وقال فيه أيضا: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صحيح. فاعف عنهم. نعم. واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. إن الله يحب المتوكلين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذن الله له بالقتال قاتل في مدينته تار، وخرج خارج المدينة تارة أخرى لتتنوع ميادين القتال. ولما كان رسول الله يرسل قادة الجند أحيانا كان يوصيهم: لا تقتلوا شيخا هرما ولا امرأة ولا أعزلا ولا طفلا صغيرا، وإنكم ستمرون بأناس فرغوا أنفسهم في صوامعهم فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، ولا تقطعوا شجرا إلا إذا اضطررتم إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وصيته لقادة جنده، وسيدنا عمر بن الخطاب كان يقول لقادة جنده أيضا: عليكم بتقوى الله عز وجل، فإنكم لا تنصرون على عدوكم بعددكم ولا عدتكم، ولكنكم تنصرون بإيمانكم بالله عز وجل، فإذا عصيتم الله تساويتم معهم في المعصية وزادوكم في العدد والعدة فهزموكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة، كان إذا ما خرج غازيا يخير القوم بين ثلاثة أمور: إما الإسلام، وإما دفع الجزية، وإما القتال. فكان رسول الله لا يقاتل إلا إذا اضطر إلى القتال. غزوة بدر كلكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وترك المال والوطن والديار، فقالت: إن عير مكة قد أقبلت، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، أن يجعلها عوضا لكم عما تركتموه لآل مكة. فأراد الله عز وجل أن تنجو العير وأن يكون النفير، فخرج الرسول إلى بدر وشاور أصحابه، ولما انتصر عليهم شاور أصحابه: هل يقتل هؤلاء الأسرى أم يفتديهم؟ فقال سيدنا عمر بن الخطاب: نقتلهم يا رسول الله، هؤلاء هم سادة الكفر، نقتلهم ونستريح منهم. فقال سيدنا أبو بكر: يا رسول الله، نفتديهم بأموال فنستعين بمالهم عليهم. فكان رسول الله قد قبل رأي أبي بكر الصديق وافتدى هؤلاء بما معهم من مال، وكان الذي لا يملك المال وله علم اشترط عليه رسول الله أن يعلم 10 من صحابة رسول الله القراءة والكتابة، وعلى ذلك الأمر قس
كل غزوات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل جعل رسول الله رحمة. أما هؤلاء ومن يسيرون على شاكلتهم هم لا يؤمنون بما جاء في القرآن الكريم، وإن آمنوا به يحرفون ما جاء به رسول الله، كما قال أسلافهم إن الإسلام انتشر بالسيف والإسلام من هذه الشبهة براء. هم يقتلون باسم الدين والدين منهم براء. ألم يقل الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. هذه الآية في سورة النساء آية محكمة نزلت بعد آية سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هؤلاء المجرمين الذين روعوا الآمنين في بيت من بيوت الله، أي دين يستحل الدماء؟ أي دين يستحل حرمة بيوت الله عز وجل؟ أي دين يستحل الجرأة على قدر الله عز وجل؟ قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لو نزلت عليك ضيفا لكنت في حمايتك، فإذا أساء إلي أحد فقد أساء إليه، والمسلمون كانوا ضيوفا في على الله في بيته وقد أساءوا إليهم، وأي إساءة وقد استحلوا دماءهم فرملوا نساءهم ويتموا أبناءهم وقتلوهم شر قتلة، والله لو علموا منزلة هؤلاء الشهداء عند الله لضنوا عليهم بالشهادة كما ضنوا عليهم بالحياة، ضنوا عليهم أن يكونوا أحياء بيننا فرزقهم الله الحياة عنده. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله إيه أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ضنوا عليهم أن يأكلوا معنا وأن يكونوا معنا شركاء في الوطن وفي الرزق والمال، فبوأهم الله المكان العلي يرزقون عند الله عز وجل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أين هم؟ عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أقول لهؤلاء القتلة أنتم لستم من الإنس ولستم من الجان، لأن الجان لما سمع القرآن خشع له، وإن الإنس لما سمعوا القرآن آمنوا به، ولكن هؤلاء أقول فيهم إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، وإذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا، وإذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، وإذا المرء خلا من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. الله الله بحيك فضيلة الشيخ. مهم جدا ان احنا نتكلم عن الوسائل اللي استخدمها الرسول الكريم في نشر الدعوة الإسلامية، وكيف كان قدوة للأجيال، وكيف كان حريصا على تعليم يعني الأمة الإسلامية مكارم الأخلاق والمحبة والتسامح وكل هذه الأشياء اللي ممكن يتصف بها الإنسان على وجه الأرض تجعله من الرحماء في هذه الأرض. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فمصدر الرحمة الأول هو الله عز وجل. وجعل الحق سبحانه وتعالى في قلوب العباد والكائنات جزءا من هذه الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الرحمة 100 جزء، ادخر ليوم القيامة 99 جزءا، وأنزل في هذه الدنيا جزءا واحدا، من هذا الجزء تتراحم الخلائق فيما بينها حتى ترفع الدابة
حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. ولكن الحق سبحانه وتعالى خص سيدنا محمد بمزيد من هذه الرحمة، كما يقول أمير الشعراء: زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائل عدة، لأنه كان حريصا على هداية قومه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. كان يتعقب قوافل الحجاج وهو في مكة، يأتيهم ويحدثهم عن الدين الإسلامي، حتى وصل إلى قلوب بعض الأنصار الذين جاءوا إلى رسول الله في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. ثم استعمل رسول الله وسيلة أخرى في نشر الدعوة، حينما أرسل سيدنا مصعب بن عمير ليكون أول سفير في الإسلام ليعلم أهل يثرب الإيمان الصحيح. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الدعوة، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بعد ذلك في العام السادس من هجرة رسول الله أرسل رسول الله لنتعلم وسائل أخرى لنشر الدين الإسلامي، أرسل الرسائل والكتب إلى الأمراء والملوك من حوله، أرسل إلى المقوقس عظيم مصر، وإلى كسرى عظيم الروم، وإلى النجاشي عظيم الحبشة، فرد النجاشي على رسول الله ردا جميلا، وأهدى إليه جاريتين وبغلتين وطبيب، فرد رسول الله الطبيب وقبل الجاريتين والدابتين، ورد المقوقس على مصر عظيم مصر أيضا على رسول الله ردا جميلا، ولكن كسرى عظيم الروم مزق خطاب رسول الله، فلما علم بذلك رسول الله قال: مزق الله ملكه. طبعا حفظك الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيك، ولكن مسك الختام يعني دعاء، يعني لعل الله يستجيب إن شاء الله لفضيلة الشيخ. شكرا ليك فضيلة الشيخ محمد عبد المنعم العجمي الداعية الإسلامي وكبير الأئمة بوزارة الأوقاف. نختم مع حضراتكم مشاهدينا الكرام بدعاء كريم، بعد الفاصل إن شاء الله هترجعوا مع زميلتي مع فقرة حوارية أخرى. تفضل فضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أمين، وزدنا ولا تنقصنا، اللهم وأعطنا ولا تحرمنا، آمين. اللهم أمننا في أوطاننا، آمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم, اللهم هب لنا من أمرنا رشدا، آمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، آمين. اللهم وفق الراعي والرعية، ووحد بين صفوف الأمة الإسلامية، اللهم وفق قائدنا يا رب العالمين، آمين. الزعيم عبد الفتاح السيسي ومن معه من المعاونين والوزراء، وأعد إلينا رئيس وزرائنا الدكتور شريف إسماعيل آمنا سالما في كامل العافية والشفاء، آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، آمين. وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم. اللهم من أراد مصر وأهلها بسوء فاجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين، اللهم. ومن أرادها بخير فأعنه ووفقه يا رب العالمين، اللهم. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، واسقنا من يد رسول الله ومن حوض رسول الله شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم وفق القائمين على هذه القناة خيرا، واجعلها قناة خير ورشد وبر ونفع إلى المسلمين في أقطار العالم كله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك.